التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء، والتحديات تستمر وسط أرضية هذا الميدان ومع هذه الشعارات التي تعلن بانطلاقة الحقائق الصعوب التي تنضم ضمن هذه السباقات لأول مرة خلال هذا الصباح وعبر هذه عبر هذا المهرجان، مهرجان سويحان الأول، حيث نتابع انطلاقة هذا الشوط وهو الشوط الخامس عشر في مجموعة أشواط هذا الصباح، والشوط الخامس في مجموعة الأشواط المفتوحة. وجائزة هذا الشوط عبارة عن سيارة للفائز بالمركز الأول. نتابع الأعداد والشعارات التي تنطلق في هذا الشوط، كما نتابع دائما مع حضراتكم مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الأول خلال هذه الانطلاقة والتحدي الرائع والجميل، هناك من يأتي على صدارة هذا الشوط، مسعل سيد فاضل بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، من يعلن بانطلاقة مسعل خلال انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني يأتي أيضا وبران على المركز الثاني لسيد محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الثالث يتواجد ناصي لسيد مسلم بن سليم بن شوير بالعامري، من يأتي مع المركز الثالث. والمركز الرابع تدخلات أيضا هناك مشاهدين الأعزاء، غزير اللي وصل وخذ المركز الرابع لسيد هادب بالحزمي بن قناس العامري، من يحتل المركز الرابع خلال هذا الانطلاق. بينما المركز الخامس ياتي شايم لسيد عبيد بن شعبان بن عبيد العامري، من يحتل المركز الخامس خلال هذه اللحظات. بهذا اكملنا ندائنا الاول للخمس المراكز المتقدمه، ولكن الاعداد متواصله ومستمره دائما في ارضيه هذا الميدان الذي يتميز بكثره هذه الاعداد وقوه المنافسه ما بين جميع ملاك الهجن، وذلك للفوز والانتصار في هذا الشوط. العوده الى المقدمه، العوده الى الصداره، والمركز الاول يا ياتي مزعل على مقدمة هذا الشوط لسيد فاضل بن سيف بن مبارك بن فاضل المزروعي، من يقدم ايضا مزعل في انطلاقة هذا الشوط. المركز الثاني وبران ياتي على المركز الثاني لسيد محمد بن راشد بن علي بن مفتاح الشامسي، بينما المركز الثالث غزير ياتي على المركز الثالث لسيد هادب الحزمي بن قناص العامري، من يحتل المركز الثالث خلال هذه اللحظات. وننتقل الى المركز الرابع مع هذه التدخلات الخطيرة لرابع المراكز مشاهدينا الأعزاء، ناصي ولكن تدخل شاهين لسيد حمد بن علي بن حامد الوهيبي، خذ المركز الرابع. المركز الخامس يا سلام الدخول الجميل ما شاء الله هناك مع صاحب المركز الخامس خلال هذا الانطلاق والتحدي الرائع والجميل في انطلاقة هذا الشوط. وهنا أيضا مع الكيلو متر الأخير لسيد سهيل بن خيرات العامري، وصل وخذ المركز الثالث مشاهدينا الأعزاء، صحان سيد سهيل بن خيرات العامري، من يعلن بانطلاقة هذه السلالة الترادية في انطلاقة هذا الشوط. ولكن العودة إلى المقدمة، الصدارة والمركز الأول، الله يا سلام، مزعل ومصحان غير النتيجة، أعلن بالانطلاقة مع الصدارة ومع مقدمة هذا الشوط لسيد سهيل بن خيرات العامري، من يعلن بالانطلاق مع المقدمة ومع الصدارة خلال هذا الانطلاق الرائع والجميل. المركز الثاني ياتي مسعل لسيد فاضل بن سيف بن فاضل المزروعي، من يعلن بانطلاقة مسعل على المركز الثاني. المركز الثالث هناك ياتي ايضا شاهين لسيد حمد بن علي بن حامد الوهيبي، والمركز الرابع تدخلات ايضا خطيره مشاهدينا الاعزاء، من الذيب لسيد خالد بن حميد بن بخيت النعيمي. ولكن الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، تهانينا بقول خلاص من هذه اللحظات لسيد سهيل بن خيرات العامري على فوز مصحان الذي يقدم هذه العروض الممتازة ليسجل النقطة الثانية خلال أشواط هذا الصباح من خلال انطلاقة مصيحان بمقدمة هذا الشوط. سلام لأهالي ميدان الوقن، سلام لأهالي منطقة الوقن على أيضا انطلاقة مصيحان وهذه السلالة الترادية التي تقدم هذه العروض بما فيه الكفاية. تهانينا وناموس سيد سهيل بن خيرات العامل المركز الثاني لا سيد فاضل بن سيف بن فاضل المزروعي، بينما المركز الثالث مشاهدينا الاعزاء من اتى ثالثا مرموق لسيد محمد بن عبد الله المشغوني، والمركز الرابع كان من نصيب الذيب لسيد غانم بن حميد بن عبيد بن بخيت النعيمي، خامسا اتى شاهين لسيد حمد بن علي بن حامد الوهيبي. تهانينا والناموس لمالك مصيحان، تهانينا والناموس ايضا لاهالي منطقه الوقن ولسيد سهيل بن خيرات العامري على فوز مصيحان بالمركز الاول.
الأول والذي أيضا انتزع ناموسي هذا الشوط وانتزع أيضا سيارتي هذا الشوط التي قدمت أيضا للفائز بالمركز الأول والذي سجل توقيت زمني مقدار 4 دقائق. مشاهدينا الأعزاء حفلنا الكريم 4 دقائق و34 ثانية بالوفاء والتمام والكمال. المركز الثاني مشاهدينا الأعزاء كان من نصيب مزعل سيد فاضل بن سيب بن مبارك بن فاضل المزروعي بتوقيت زمني مقداره 4 دقائق. مشاهدينا الأعزاء أربع دقائق وتسعة وثلاثين ثانية وثلاثة أجزاء من الثانية، بينما المركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الأعزاء مرموق لا سيد محمد بن عبد الله بن معبد المشغوني بأربع دقائق. مشاهدينا الأعزاء وأربعين ثانية وجزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز المتقدمة. اللي في المركز الخامس هناك ايضا صاحب المركز الخامس شاهين لا سيد محمد بن محنى. شاهين لا سيد محنى بن محمد بن ميا العفاري. تهانينا والناموس على هذا.